السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وكنعتذر على صوتي لانني ضربني البرد وراني باحه شويه، مشكيت عليكم والله ينجيكم. المهم واخا هكا قلت ضروري غندير لكم مونتاج لهذا الفيديو. اليوم اللي كنصور لكم هو يوم الاحد، هنا الصباح درت واحد المائده ديال الافطار كما كتشوفوا كتشهي وكذلك زين صا يعني على قدر المستطاع، وفطرنا الحمد لله اللهم اديمها نعمه. من بعد ما فطرنا مشيت نوجد وجبه الغداء، قلت ندير شي حاجه سهله واللي ما تاخذش الوقت بزاف، لانني كنفضل انني ندوز وقت اطول مع العائله لما نبقى غير في المطبخ. خديت ديك المغميط درت فيها البصله مشلضه، وغادي ندير هاد الكفته هذه ديال السردين اللي درت ليها العطريه، درت ليها العطريه كامله، شويه ديال الخرقوم البلدي، البزار، سكنجبير، التحميره، الكمون والملح، وكذلك الثوم والربيع، وخلطتها مزيان. بعد ضفت ليها شويه ديال الرز اللي كيكون طيب نص طيبه. وهنا من بعد ما تقلات البصله ضفت ليها الجزر حتى هو اللي قطعته على هذا الشكل. ومن بعد غادي نضيف كذلك التوابل. عندي هنايا جوج دروس ديال الثومه، الملح والكمون، السكنجبير والتحميره والخرقوم البلدي، وشويه ديال البزار، وشويه ديال الحامض مصير مقطع كذلك. صافي، يعني هادو هما التوابل اللي غادي نضيف لهاد المكونات. غادي نحيد الثومه اللي غادي نقطعها طرف صغار، عاد غادي نزيدها على الخيزو وبصله. من بعد ما تشحرت البصله ضفت المطايب وخليت حتى طابخ يزو شويه، يعني بدا كيطيب واحد المده ديال واحد ربع ساعه تقريبا ولا ثلث ساعه. عاد بس كنضيف البطاطا، وغادي نزيد كذلك الكفته ديال السردين. من بعد كنضيف الربيع وواحد الحبه ديال الطماطم اللي قطعتها مكعبات، كنزيدها الجميله وغادي نسد عليها ونخليها حتى كيطيبوا مزيان الكفته والبطاطا. وهو الغداء واجد، هو الخبز اللي طيبته في نفس الوقت. وكتبقى هذه هي وجبه الغداء كما كتشوفوا. الكفته ديال السردين انا بصراحه كتعجبني بزاف وكتصلح هكا لهذا الجو هذا. من بعد ما تغدينا كنا باغيين نخرجوا هكا الوليدات شويه لشي بلاصه يلعبوا ويفوجوا شويه، ولكن كما كتشوفوا الجو عندنا مضبب، ماشي الجو ديال الخروج غير ديال المنطه والدار، داكشي علاش ما خرجناش بقينا في الدار. من بعد ما قررنا نجلسوا في الدار، كما كتعرفوا الوليدات راه كيكون شويه ديال الشطون شويه ديال التصاره، كنحاولوا نلهيوهم ونعطيوهم وقتهم. هنا جيت باش نلعب معهم شويه، بغيت نشارك معكم الالعاب ديال بناتي. بما انني ما كنشريش الالعاب بزاف، كنشري لهم فقط الالعاب اللي كنشوفهم مفيده وكيناسبوا بطبيعه الحال السن ديالهم، والالعاب اللي ما غيقنطوش منهم. هنا كاينين هاد لي بوزل هادو اللي يعني بنتي هادي عندها 3 سنوات، كما كتشوفوا ما معقدينش، يعني هاد لي بوزل بساط، يعني خاصين بالاطفال الصغار اللي ما فيهمش تعقيدات، وفي نفس الوقت كيحاولوا يخدموا العقل ديالهم. المهم هنا كنحاول نعطيها وقتها ونلعب معاها ونشجعها بطبيعه الحال بانها حققت واحد الانجاز. يعني هذه المسائل هذه هذه الامور واخا كتبان لكم بسيطه، ولكن راها عندها واحد الدور كبير في تكوين الشخصيه ديال الطفل، وكذلك كتعطيه واحد الثقه كبيره في النفس. وبالنسبه لاختيار ديال الالعاب، يعني كاينين العاب بزاف، يعني كاينين العاب على حسب كل واحد القدره الشرائيه ديالو، ماشي ضروري نشيو العاب غاليه ولا شي حوايج يعني اللي فوق التكلفه ديالنا. كل واحد كيمشي على قد جيبو،
وفي نفس الوقت كتختاروا الالعاب اللي تكون مناسبه للطفل ديالكم على حسب السن ديالو، والالعاب اللي ما يكونش فيها العنف كذلك، واللي ما يكونش فيها بعض الاصوات المزعجه ويكون فيها الصداع اللي غيبقاو يلعبوا ويبرزطوكم ويبرزطوا افراد الاسره. ضروري ناخذ بعين الاعتبار جميع هذه المعايير هذه. وكاينين هاد الالعاب تاهما لي ليغو، تاهما العاب زوينين بزاف كنصحكم بهم الاطفال ديالكم، لانهم كيخدموا العقل مزيان وكيخدموا كذلك يديهم وعقلهم في نفس الوقت. ومن بعد درت معها التلوين، خديت ليها هاد الكتب هادو خديتهم من اوشون، دايرين 50 سنتيم. مهم زوينين الأطفال الصغار اللي مازالين 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، راهم زوينين، لأن حتى التلوين راه مفيد جدا للأطفال. يعني من الأحسن يعني نحاولوا نديروا لهم هكا بعض الأنشطة في البيت اللي بسيطة. بالنسبة حتى للناس اللي في المغرب راه هذا الشيء متوفر. كناخذهم أنا غير من 4 عمر، كتلقاو داكشي بأثمنة مناسبة. كاينين هاد الكتب هادو ديال التلوين، كاينين كذلك لي بوزل، كاينين بزاف ديال الألعاب، والأثمنة ديالهم ما بين 5 دراهم 10 دراهم 15 دراهم حتى 20 درهم. تقدري تشري بها لوليداتك يعني بزاف ديال الأمور اللي يقدروا يتلهوا بها، خصوصا في العطلة، باش ما تبقايش تعاني غير من تبرزيط والصداع، لأننا حنا الأمهات كنتشكاو بزاف من هاد المسألة هذا، خصوصا إلا ما خرجتيهمش، لانهم يا اما خصك تخرجيهم لشي فضاء هكا فين يلعبوا، ولا في الدار تحاولي توفري لهم هكا بعض الانشطه اللي تلهاو بها وما يبقاوش يفكروا باش يديروا المشاكل. صافي، هادو هما الافكار اللي بغيت نشاركهم معكم بخصوص الاطفال، كنتمنى يكونوا مفيدين ويكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.